مرحبا اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بخير. عم حاول جاوب عن الاسئله اللي تجيني على الصفحه اول باول. السؤال اللي جاني انه لو كنت انا طبيب عام ومريض يورجاني بالتقرير انه هو عامل عمليه بيلروث 1 او بيلروث 2 او وبل، هذا الشيء شو بيعني لي؟ فرح نحاول نفرق بيناتهم بسهوله. هو الدين بيقول ايه؟ كاجراء وبل بروسيجر هي استئصال راس البنكرياس، فهو غالبا في عمليات اورام البنكرياس استئصال راس البنكرياس مع العفج وغالبا البواب، هذا الجزء المستأصل مع المفاغرة الأجزاء المتبقية اللي هي المعدة والجسم المتبقي من البنكرياس مع الصائن. المهم البنكرياس مع جزء مجاور لنا معه، بنكرياس مع عفج، هذا في عملية هوبل. فأنا باختصار هذا الرأس البنكرياس استأصلت الجزء كله مع العفج المجاور، وصلت المعدة مع الصائن، وصلت باقي البنكرياس مع الصائم مع طريق الصفراوي. غالبا في عمليات راس البنكرياس نجد عملية وبل. طبعا إذا كان الورم قابل للاستئصال فكطريقة حفظ، وبل هي للرأس. أنا مجرد معرفة راس البنكرياس فعرفت أوتوماتيكيا أقرب جزء من الأمعاء المجاور لرأس البنكرياس هو العفج، فمعناتها بنكرياس مع عفج، راس البنكرياس مع العفج، وسط الأجزاء المتبقية اللي هي المعدة مع الصائم. هبل انا بقراها بالعربي، هبل 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 هبل. الهبل وين يصير؟ الهبل بالراس، صح، الهبل بالراس. العمليات اللي عم نحكي عنهم كلهم بالانبوب الهضمي، فالهبل هبل الهبل بالراس. فاذا الهبل بالراس مع راس البنكرياس، عرفت انه راح استأصل راس البنكرياس مع جزء المجاور معه اللي هو العفج، صح، وبالتالي راس البنكرياس زائد عفج، وتركت جزء المعده مع الصائم، عملت مفاضرة. تمام؟ ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ الاجراء الثاني هو عملية بالروث اذا كان في اورام معدة او قرحات، هو استئصال الجزء السفلي من المعدة ومفاضرة مع العفج. بالروث 1 هي مفاضرة مع العفج، بينما بالروث 2 مفاضرة مع الصائم. طيب فرق بالروث 1 عن بالروث 2، الاختلاطات ببالروث 2 اكثر، اوكي؟ طيب ببيلروث 2 أنا استأصلت أكثر من ثلثي المعدة السفلي وفاغرت الجزء المتبقي مع الصائم. طيب كطريقة حفظ، بيلروث 1 أن تذكروا الأمعاء هي عبارة عن عفج صائم ولفاء أفي، 1 2 3 ثلاثة أجزاء، عفج صائم ولفاء أفي. طيب إذا أنا عم بستأصل المعدة وعم بفاغر مع الجزء الأول اللي هو العفج فهو بيلروث 1. طيب بيلروث 2 أنا عم بستصل الجزء السفلي من المعدة وعم بفاغر مع الجزء الثاني من الأمعاء اللي هو الصائم، فبيلروث 2 هي مفاغرة الجزء المتبقي من المعدة مع الصائم، بينما بيلروث 1 مع العفج مع الجزء الأول. الاختلاطات والأمور كلها مع الجزء الثاني، مثلا لوب سيندروم، دمبينج سيندروم هي مع النمط الثاني أكثر، النمط الثاني فيه كتير شغلات، أوكي؟ فخلينا نشوف الصور. منطقيا الغذاء راح ينزل بهالطريقه، نفس بيشبه الطريق السابق، بيشبه الطريق السابق لكن احتماليه النكس شوي اعلى لانه انا احتفظت بجزء منيح من المعده. لكن بالروث 2 انا فاغرت مع الصائم، فاغرت مع الصائم. طيب الاختلاطات هي شو هي غير النز من مكان الخياطه والالتهابات؟ في شيء اسمه لوب سيندروم. لوب سيندروم انا هي العروه ممكن بيصير فيه انفتال، فبيصير فيه اوبستراكشن، بيصير فيه انسداد. هالمفرزات المراريه ممكن تطلع لفوق، بيصير يرقان انسدادي. المفرزات البنكرياسيه بيصير التهاب بنكرياس، صح؟ فهي من الاختلاطات اكثر ببيلروث 2. دمبينج سيندروم، لاحظوا هذا الطريق بيختلف عن الطريق الاساسي اللي هو عفج ومفرزات مراريه بتكب عليه فورا، فانا معرض ليصير عندي دمبينج سيندروم، متلازمه الاغراق، يعني طعام مهضوم بشكل جزئي، بيصير فيه امتصاص، بيصير فيه ضياع للشوارد والسوائل وأعراض نقص السكر، صح؟ طيب هذا ببيلروث 2 عم يورجيني بهذا الشكل العربة ببيلروث 2 كيف ممكن يصير فيه انفتال أو انسداد، أو حتى ممكن مفرزات الطعام بحد ذاته ممكن يرجع بيعمل انسداد بهالعروة أو حتى التصاقات. أنا عم بفاغر الجزء المتبقي من المعدة مع العفج، أنا عم بفاغر الجزء المتبقي من المعدة مع الصائم. الفكرة الأنيميا
بتصير اكثر ببيلروث 2، لانه انا عم بستصل جزء اكبر من المعده، فليش بيصير في انيميا؟ فكره افراز العامل الداخلي انترنسيك فاكتور، صح؟ المسؤول عن امتصاص فيتامين بي 12، صح؟ هذا من وين يفوز؟ من خلايا، خلايا جداريه. سؤال على الهامش، الخلايا الجداريه بتفرز حمض كلور الماء مع العامل الداخلي، الجداريه بتفرز حمض مع داخلي جيم حاء خاء، جيم حاء خاء، بينما الخلايا الرئيسيه شو بتفرز؟ البيبسين. البيبسين، فك طريقة حفظ البيبسي، البيبسي كولا هو رئيسي في كل الوجبات، صح؟ بكل وجبة ممكن تشرب بيبسي كولا، البيبسي كولا هو رئيسي في كل الوجبات، وبالتالي الخلايا الرئيسية هي اللي بتفرز البيبسي. طيب هذا مو هذا موضوعنا، موضوعنا انه انا اذا خسرت جزء اكبر من المعدة ببيلر اوف 2 انا معرض لانه اخسر خلايا جدارية اكثر، وبالتالي انيميا فرصة انه تصير اكبر. هذه العروة اللي حكينا عنها ببيلر اوف 2 اللي هي مع الصائم. طيب اما غو on egg او رو on y، الفكره وين؟ نفس اللي هو تكنيك معين، الفكره انه مستعمل اكثر بعمليات البدانه، بعمليات البدانه. انا برو on y شو عم بعمل؟ الجزء الصغير من المعده عم بفاغره مع الصائم، عم بفاغر هذا الجزء من الصائم مع الجزء الاول من المعده، اما الجزء المتبقي من المعده والعفج برجع بوصله من تحت. شوف الصورة، هذا بيعطيك شكل حرف الواي، هذا بيعطيك شكل حرف الواي، هذا شكل حرف الواي. أنا رغم ما راح أشوفه بالفيديو بشكل أوضح، عندي جزء من المعدة اللي هو الجزء الداني وفاغرته مع الصمام، فاغرته مع الصمام عفوا، صح؟ ظل عندي المعدة والعفج وصلته من تحت مشان ما أخسر المفرزات الصفراء. أنا بهالعرض صغرت المعدة، مشان هيك يستعملوه بعمليات البدانة لأنه تصغير للمعدة. أنا صغرت المعدة وفاغرتها، تعطتني شكل حرف الواي. غو ان واي تستعمل بعمليات البدانة. من زمان كان في واحد متضايق من شكله بدين شوي، فقال له رو 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 روق، صح؟ روق روق، هلا بتنحف تصير امورك تمام، اوكي؟ فرو ان واي اكثر شيء بعمليات البدانة، ممكن عمليات الاورام ما في اي مشكلة، لكن كتكنيك بيفرق، بيعطيك شكل حرف الواي. الجزء المتبقي من المعدة صار أصغر، الجزء من العفج اللي بيصير فيه امتصاص كبير أنا خسرته بالامتصاص، يعني الغذاء ما عاد يصب في العفج فورا، فأنا معرض لأخسر مواد غذائية وبيصير فيه نقص وزن أكثر. مش محتاجة حاجة يعني. هذا بشكل مختصر ومبسط جدا للتفريق بين الطرق الجراحية. إن شاء الله كان الفيديو مفيد، شكرا، إن شاء الله فيديو جديد، سلام.